أعلن الجيش الأحد إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش أن أفراد الجيش تمكنوا من إسقاط 4 طائرات مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في المديرية نفسها. ووفقا للبيان، فإن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد جماعة الحوثي لليوم الثالث على التوالي على امتداد الجبهات القتالية بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.